الليلة بتابعوا حلقة جديدة من ستارز اون بورد أو شط بحر الهوى، ونجمتها رح تكون نجوى كرم اللي أثارت الجدل بحلقة سابقة لما حكيت عن دور المرأة في البيت والبعض ما عجبوا رأيها. لكنها هالمرة رح تبعد تماماً عن الجدل ورح تفتح المجال للمواهب ليعبروا عن نفسهم. جمعتني على هالسفينة يلي بيجمعنا فيها أنا وزملائي كل الفنانين، محبة كل هالناس. وعلى هالسفينة حققت نجوى حلم لينا خليلة بعد ما أطلقت هاشتاغ نجوى تيك مي اون ستارز اون بورد. مواسد الرجال 30 ثانية مدته، مين بغني أحلى؟ رح شوفوا على تويتر أي صوت أحلى، أنا عزمته على الكروز. ومن بين كل اللي بعتوا، صوت لينا كان أكثر صوت دخل قلب نجوى. ما أحب الكذب ولا فنون ولا لف ولا نور، اللي أعطتها فرصة غناء سيد الرجال معها على المسرح. بس قبل كل هذا كان لازم تحضرها نفسياً للقاء هالجمهور الكبير. أنا قلت له بشوفك أنه باكستيج هيك أنت ما بتتوتري أكثر، بس بديك تكوني قوية. الفيديو اللي شفناه نشرته نجوى قبل 5 شهور وحصل وقتها على عشرات الآلاف من المشاهدات، لدرجة أنه لينا صارت مطلوبة بالحفلات وحتى أنها أطلقت أول كليب ليها من شهرين. أغنية سيد الرجال اللي أطلقتها نجوى العام الماضي كانت آخر سينجل قبل ما تنشغل بألبومها الجديد اللي رح نسمعه خلال شهر، ولاحظنا بأنها ما بتتعاون فيه مع الشاعر والملحن عماد شمس الدين اللي نجحوا سوا بأعمال مهمة كتير مثل روح روحي وشو هالحلا وعطشانة. عماد شوي عم بيعل هيدي الفترة يعني، وأنا ما بحب هيدي الشغلة فيه. كيف يعني عم بيعل؟ يعني عم بماطل وبيجرب يتنحنح، وأنا ما بحب اللي بيعمل. بتقول له غني لوحدة، غي غني صوتك حلو غني، بتلحن لحن، بتكتب كتب. أنا بحبه لعماد، بس نحن إذا ضلينا نحب بعضنا ورا الكواليس رح تضل المحبة وحدة وخلصنا فن. ومن بعد هالتصريح المهم حاولنا ناخد منها معلومات أكتر، فسألناها عن اسم الألبوم. اسم الألبوم اسمه للألبوم بشهر 5 لما بده ينزل إن الله راد. أكيد أكيد أنت انبسطت، رح أقول لك الاسم. وتردد نجوى هذا كان وراء سبب مهم. في ناس عم قول قدامهم الأغاني اللي أنا منقيتها من فترة، لقيتهم عاملين أغاني مثلها، حرقولي إياها كبيتها، مش حلو مش حلو، ما في إفلاس. إذا ما بتكون تتعاملوا مع مبدعين ما تسمح حقكم فنانين، وعيب إذا أنا بسمعكم شيء تاخذوا نفس الموضوع ونفس العنوان. ما في تصريح لنجوى بمر مرور الكرام، لازم يكون قوي لتحكي فيه الصحافة لأيام.